انا في الاصل ميكانيكي توك توك، بس بحاول اطور من نفسي واصنع حاجات داخل ورشتي جنب شغلي. الوقت اللي هو اللي انا فراغ فيه بحاول ان انا اصنع اي حاجه وافيد الناس وانزلها للناس بتصنيعها كامل عشان الناس تستفاد. بدأت فكرة السكوتر ده، ابني طلب مني سكوتر، فجيت أسأل عليه لقيته معدل 35,000 جنيه. تمام، لقيت السكوتر معدل 35,000 جنيه، فقلت له أنا هعمل لك واحد. أنت اللي طلبت السكوتر ده؟ قلت له أنا هعمل لك واحد. تعال يا وليد، تعال. قلت له أنا هعمل لك واحد يا وليد. اللي طلب السكوتر؟ اه، وكتب عليه اسمه كمان. اديله بقى كده المايك. يعني أنت شفت السكوتر ده فين وقلت لبابا إيه؟ كنت شايفه قبل كده العيال كانوا بيجيبوه من بره. قلت لبابا انا كنت عايز واحد منه. قال لي ماشي هعمل لك واحد. هيعمل لك واحد مش هيشتري لك واحد؟ لا يعمل لي واحد. طب لما قال لك بقى هيعمل لك، انت تاكدت ان بابا ممكن يعمل لك السكوتر ده؟ ايوه تاكدت ان هو هينفذه. يعني كنت واثق في بابا. ايه نرجع لبابا ونتكلم معاه. يعني عملت بقى السكوتر ده وفكرته ازاي معاك يعني؟ طبعا السكوتر كان عندي موتور صغير كده موجود عندي، جبت له جزء بطاريات صغيرين، فهو اللي مكلف فيه الموتور والبطاريه. فطبعا كل الحاجات دي، الله اكبر يا محظم ذكر الله، الحاجات دي طبعا كلها مصنعه من الخرده، مجمعه من الخرده، كل الحديد دي، كل الحاجات دي، كل ده تصنيع من الخرده. احنا جبنا بس ده جدون عجله قديم كان عندي جبناه وركبناه ليه. ده كرسي قديم جبناه وركبناه ليه برضه. العجل طبعا ده مش تصنيع، العجل ده انا شاريه. هقول لكم على الحاجه اللي انا شاريها والحاجه اللي انا مصنعها علشان الناس ما يقولوليش ايه ده مش تصنيع كامل، ما هوش انت مصنعه كامل. طبعا الموتور انا جايبه مش مصنعه برضه، العجل، الجدون، الكرسي، تمام. كل الحاجات الباقيه دي كلها تصنيع طبعا. بدات طبعا الهيكل اللي تحت بدات بيه زي الموتور اهو، كان عند الموتور. كان عند الموتور تحت اهو، عامل له علبه وحاجات اخر شياكه من تحت متداريه من فوق. ده موتور صغير خالص اهوت الدرابوكس عشان يدي لي حمل في السرعه. طبعا ده عمود، جبت عمود وعملت له سن من الجنب ده والجنب ده عشان يركب عليه العجل، وعملت له زي ترس عليه اهوتي متحرك برضه اتحكم فيه اشد ارخي. عملت طبعا اسطوانه للفرامل، عملت له فرامل عليها برضه عشان السرعه وكده، اما تحب تقف بتوقفه بالفرامل. بعد كده صممت الهيكل بتاعه اللي هو ده، جبت علب محمله، طبعا كل شغل حدادي حاجات محمله. حتى لو بصيت هتلاقي علبتين فوق بعض عشان ما فيش اي حمل فيه ما يقوش معايا ولا حاجه عشان يبقى قوي معايا. طبعا اسست كل ده من تحت كده. بعد كده عملت الهيكل الخارجي بتاعه، بعد كده عملت الهيكل الخارجي، قفلت على الموتور والبطاريات. جبت برضو صاج من الخردة، كله تجميع من الخردة. جبت صاج عملته من الخردة من هنا وقعدت الكرسي عليه. طبعا الكرسي ده عامل له ماسورة مية ومركب فيها الكرسي. طبعا لازم يتعمل على عصب تحت عشان يقدر يشيل. بعد كده عملت الجدون، صممت الجدون ده. الجدون ده طبعا عامله ماسورة مية من الخردة، مية من اللي هي بتاع الشرب، ماسوره بوصه طبعا عشان تبقى محمله، لان السكوتر اللي بيبقى جاي بتبقى علب خفيفه جدا. لو العجله دي اتخبطت في اي وقت او دخلت في حاجه الماسوره دي بتتكسر، اما دي صلب استحاله تتكسر. طبعا ماسوره داخل ماسوره عشان تحرك الجدون يمين وشمال. عملت لها زي نظام فرش على ايدي كده، يعني زي فرش العجله بس ده حاجه معموله على الايد لان طبعا المجال ده طويل. صممت طبعا فرش لها حدادي تحت للعجله اللي زي دي.